السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم واحد الكونفيتور مربى بالبرتقال رائع رائع جدا جدا بالتفاصيل باش يجيكم بحال هكذا معسل زوين وخصوصا في المذاق روعه. تابعوا معايا مراحل التحضير. غادي نحتاج لا كونتيتي ديال التين اللي عندكم موجوده ولا على حسب الكميه اللي بغيتيو ديروا. غادي نوريكم كيفاش غادي نديروا التين بحال هكذا. اولا غادي ناخذ محكه هاد الجهه هادي ماشي هاد الغليظه اللي رق منها. غادي ناخذ التين هكا كنزيستيو التين دوزه وحده ما كنفوتوهاش ما خصناش نوصلوا للبلاصه البيضاء. فين كنجمعوا هاد لو زيست ديال التين كله؟ تقدروا ديروا لو زيست غير ديال جوج التينات اولا ثلاثه. انا باغيه لا كونفيتور هاد لو زيست هو اللي كيرملو. وغادي نزيد لو زيست ديال الحامضه وحده. غادي نحتاج السكين تكون ماضيه. غادي نزولها الراس ديالها تالي بحال هكذا. حاولوا تشريو التين ديال التعصار اللي تتكون القشره ديالو رقيقه وغادي تقشروه بحال هكا. غتعطيوه شويه ديال الكانه باش يتزول القشره كلها حتى داك القشره البيضاء حتى هي خصها تزول. وحاولوا ما تضيعوهش. كل ما كانت السكين ماضيه كل ما كيضيعش التين. هاد القشره البيضاء هي اللي كتعطي المروره للكونفيتور. دابا غادي نقسموها على جوج. غادي نحاولوا نزولوا هاد الوسط. بحال هكا نحاولوا نزولوا العظام. غادي ياخذ لكم شويه ديال الوقت ولكن اللذه ديالو ديال هاد لا كونفيتور ديال التين لا تقاوم. يستاهل الوقت اللي غادي نضيعو فيه. حاولوا ديروا شي قرطه كبيره باش في التالي هاد لو جو هذا ما يضيعناش. غادي نهزوه ونخويوه على التين ونخليوه شي يضيع صافي. ونحاولوا ما تضيعوش لو جو ديال التين وانتم كتقطعوا. غادي نبقى مستمره تنكملوا كامل. من بعد ما ساليت بالتقشير ديال التين زولت له العظام هو دابا غادي نحاول نزول المروريه ديال لو زيست ديال التين. حيت انا درت لو زيست كامل ديال داك الكميه كامله ديال التين ديال هاد لو زيست ديال الكميه كامله ديال التين خاصني نزول هذاك المروريه ديالها. الا درتي لو زيست ديال التينه وحده ولا جوج ما عندكم لاش ديروا هاد المرحله هادي. وعندي قشره ديال الحامضه وحده غادي ندير القشره ديال هاد الحامضه وغادي ندير هاد القشور ديال التين هما. غادي نديرهم هنا في الترموميكس. وراه يمكن لكم هاد لا كونفيتور ماشي لابد يكون عندكم الترموميكس يمكن لكم ديروه باي طريقه. غادي ندير تقريبا واحد نصف لتر ديال الماء. نغطيو لو بول وغادي هاد الماء هذا غادي نديرو جهد ما يغلي. غادي ندير بويلوار. اللي ما عندوش الترموميكس غادي يدير هادشي في الكاسرونه ويديرو طلع فيه الغليه يطلع فيه الغليه خصني يغلي لي الماء مع لو زيست صافي. من بعد ما غلى داك الماء داك لو زيست غيكون طلق داك المروريه ديالو شي شويه باش ما يبقاش. غادي نصفيه. غادي نرجع
غادي نرجع هاد لوزيست هاد، غادي نعاود نرجع لو بول بداك لوزيست، غادي نزول هاد لا فونكسيون ديال بويلوار، غادي نمشي لا بالونس الميزان. دابا هاد التين هذا انا ما عارفاش شحال عندي فيه، شحال بقالي، حيت انا خديت التين اللي بغيت ما وزنتوش. دابا عاد غادي نوزنو، غادي نشوف شحال عندي. عندي 950 غرام، لنفترض انها كيلو. هو لا غوسيت الاصليه فيها قد السكر قد التين، انا غادي ندير جوج ديال القسمات، مثلا كيلو ديال التين كيلو هكذا من بعد ما قشرته، ماشي كيلو ديال الميزان في الاول، كيلو حتى نقيته غادي ندير له جوج قسمات ديالو، هي 650 غرام. غادي ندير طاغ، ندير 650 حتى 700 غرام، انا غادي ندير 700 غرام، نتوما تقدروا تنقصوا، اللي عنده مشكل مع الحلاوه ينقص، ولكن خصكم تعرفوا بان لا كونفيتور سي لا كونفيتور، اللي ما تيبغيش الحلاوه والسكر يبعد على لا كونفيتور بصفه نهائيه، لان داك التعليكه راه هي لا كونفيتور. ها هي كيلو ديال التين، درت لها 700 غرام ديال السكر. دابا هاد السكر هذا غادي نخلطو انا واحد التخليطه خفيفه، ندير فيتاس دو واحد 10 ديال الثواني، انا عندي الغرض به دابا غير تخلط. ها هو تخلط، غادي نخليه مينيموم 4 ديال الساعات، خاصني السكر يدوب في داك الماء ديال التين. نسيت واحد المكون اللي هو عصير ديال الحامضه، صافي من بعد 4 ساعات عاد غادي نطيبوه ان شاء الله. انا في الحقيقه خليته ليله كامله، يمكن لكم تخليوه من 3 ساعات حتى الليله كامله، كل ما ارتاح وداب داك السكر مزيان كل ما كيجي معسل وما كيستغرقناش بزاف ديال الوقت في الطياب. دابا غادي ندير له 30 دقيقه فاروما فيتاس 1، انا سكتو غير باش تسمعوني. طبعا لي كونفيتور كاملين كنزولو لهم الكوبلي، ولا كانت واحد لا كونتيتي كثيره وخفناها انها تفيض، لان لا كونفيتور تيفيض ومعروف عليه، واخا نطيبوه في طنجره عاديه تيفيض. غادي ناخذ الفاغوما وغادي نديرها فيه. الفاغوما شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها ان لا كونفيتور مي تيبغي يفيض وكيطلع من هنا تيخرج من الفاغوما من الفوق، تيبقى محبوس هنا ما تيفضش على لو بول. بعد ما دازت 30 دقيقة نزول الفاغوما، دازت 30 دقيقة وأنا خليته شوية برد. دابا أنا عندي الغرض بداك لوزيست يبقى لي وما يجينيش ماوي بزاف، ما بغيتش نطحنو كامل. شنو غادي ندير؟ غادي ناخد صفاية، غادي ناخد صفاية يكونوا داك العينين ديالها كبار، ونحاول نزول غير داك هذاك الجلود. غادي نحاول نزول غير داك الجلدات اللي تيكونوا غلاضين بزاف، ونخلي داك لو زيست واللب ديال التين. انا ما بغيتش نطحنو هذا اللب ديال التين، ما بغيتوش يتطحن، بغيتو يبقى لي هكذا. غادي نطحنهم 10 ديال الثواني بسرعه، 10. انا نسيت ما درتش الكوبلي، الرشايش خرجوا بزاف من الترمومينكس. صافي ها هو. دابا غادي نزيد هاد اللب هذا،
راه كيبان لكم ناوي لا كونفيتور، يعني مازال ما طاب، مازال ما تعسل مزيان. غادي نزيدو 30 دقيقة، غادي نزيدو 30 دقيقة فاغوما فيتيس اون. وما ننساوش نزولو الكوبلي دائما، نزولو الكوبلي ونديرو الفاغوما. علاش قلت لكم كنديرو الفاغوما؟ باش ملي كيطلع داك لا كونفيتور كيطلع الفوق كيلقى فين يطلع، ما تيفادناش على الترموميتر. وانا دايره هاد الغطايه ديال الفاغوما هي من داك الرشايش اللي كيطلعوا، ولكن ما نغطياش، نخليها غير شويه باش ما توسخليش الكوزينه. نزول الفاغوما، ها انتما داكشي اللي كان غادي يفاد الفوق هنا في الفاغوما. ها هي الغطا، حتى حاجه ما فاضت. غادي نديرو ان تيست باش نعرفو لا كونفيتور ديالنا واش وجدات ولا مازال ميه وخاصها تزيد طيب. جميع انواع لي كونفيتور كنديرو لهم هاد لو تيست، لان الفواكه راهم تختلفوا من فصل لفصل ومن بلاد لبلاد، وفي الوقت اللي كنشريوهم نوبه كيكون فيهم الماء بزاف، نوبه تيكونوا يابسين. غادي ناخذ شويه ديال لا كونفيتور بحال هكا، غادي نديرو في الطار، غادي نساينو يبرد شي شويه. هاد لو تيست دائما ديروه للعسل اللي كطيبو للكونفيتور، نخليوها تبرد شي شويه ونميلو. مازال ما بردت مزيان، خصنا ملي نميلو لا كونفيتور ما خصهاش تسيح بزاف. دابا هي راه مازال سخونه بزاف، ولكن نورمالمون الا بردات يعني ملي يبرد الكونفيتور غادي يعقد. ها هو ما بقاش كيسيح ملي برد، ما بقاش كيسيح، يعني لا كونفيتور ديالنا وجدت. نديرو هاد لا كونفيتور في القجيجات، القجيجات اللي كنديرو فيهم لا كونفيتور تيكونوا معقمين. يمكن لكم تعقموهم بجوج ديال الطرق، اما ديروا الماء في الترموميكس وتبخروهم واحد 20 دقيقه يطلع فيهم الفوار، وتزولوهم تقلبوهم على وجههم، اما تدخلوهم للميكرووند على درجه الحراره حتى تيسخنوا بزاف وتيموتوا داك الميكروبات اللي فيهم. ها هما دابا هادو سخان، انا درتهم غير في الميكرووند سخنوا بزاف. تنعمرهم، انتوما شوفوا لا كونفيتور كيفاش دايره، ملي ما طحنتهاش كلها بقى فيها داك لو زيست وداك اللب ديال التين، بقى زوين. غادي ناخد ان فيلم اليمونتير نديرو عليهم. ونقلبهم. هذا بهذه الطريقه يمكن لكم تحتفظوا به حتى العام في الثلاجه، ما يوقع له حتى حاجه الا كنتو معقمين هاد القريعات اللي غادي ديروهم فيهم. صافي، النتيجه النهائيه هي هذه. مربى البرتقال راه ماشي ساهل باش ينجح، ماشي ساهل باش ينجح، اما يجيكم ما معسلش مزيان، اما يجيكم هاد المراحل اللي عطيتكم راه من بعد تجارب عديده باش انني نعطيكم وصفه ناجحه 100%. نتمنى انكم تجربوها، ونتمنى انني نكون فدتكم في هاد الحلقه هذه، وبصحه وراحه.